أولى حلقات برنامجنا مرال توريزم بلشنا أول مشوار بالماسوقية. خدنا مغامرة بموتورات السفاري بين الغابات إلى أعلى جبل كارتبا. من أجمل الأماكن السياحية الموجودة بتركيا الماسوقية، تبعد عن اسطنبول تقريبا ساعة ونص. تتميز كثرة فعالياتها، منها موتورات السفاري بأنواعها واللي هي كثير آمنة، بالإضافة لكثير فعاليات ثانية. قبل ما أحكي لكم عن جبل الكارتبة، كان في محل هدايا صغير بجانب الشلال كان لابد إني استكشفه. بجانب شلالات الماسوقية استمتعنا بروعة المنظر وقعدنا بأحد المطاعم لنتناول وجبة الإفطار على صوت الشلال. بارتفاع 1650 متر عن سطح البحر طلعنا على جبل الكارتبة بمحافظة سكاريا التركية. بنعد جبل الكارتبة من أهم مواقع ممارسة الرياضات الشتوية كالتزلج وغيرها. روعة المنظر وكثرة المطاعم الموجودة فيها وتنوع الأكلات خلتها وجهة أساسية للسياح. وجهتنا الأخيرة برحلتنا كانت بحيرة سابانجا الهادية. بحيرة سابانجا التابعة لمحافظة سكاريا من أكثر الأماكن شعبية في المنطقة. فيكن تتنقلوا على أطراف البحيرة بالحنطوط وتتمتعوا بجمال الطبيعة. نهاية كل مشوار ظريف لابد أنه نقعد ونستريح وناكل لقمة طيبة. برنامجنا بيقدم لك لائحة بهي الأماكن اللي ممكن تصرف فيها.